طيب لو هنشوف مثال على الموضوع الريبل فاكتور، وعندنا هنا فول بريدج ريكتفاير متوصل الاول من على ترانسفورمر عادي، عندنا هنا السبلاي او الفي برايمري، عندنا هنا 120 فولت 60 هرتز دخل على ترانسفورمر، التيرنز ريشيو بتاعته ان 2 على ان 1 بيساوي 1 على 10، وبعد كده الكلام ده دخل على فول بريدج ريكتفاير عادي، واللود متوصل 220 اوم، ولكن جينا وصلنا ايه فلتر كده 1000 مايكرو، وعايزين نحسب الريبل فاكتور بتاع الاوتبوت فولتج. زي ما احنا اتفقنا ان الاوتبوت فولتج لو كان ما فيش فلتر كان هيبقى زي اللي باللون الاحمر ده، فول ويف ريكتفاير عادي. لما بنحط الفلتر بيبدا المكثف يشحن في النص الاول ويبدا يفرغ في النص التاني، بحيث ان الريبل يتحسن يبقى حاجة بالشكل ده. ولو احنا بقى عايزين نحسب الريبل فاكتور، احنا عارفين من القوانين احنا قلناها ان الريبل فاكتور هو عبارة عن نسبة الفي ريبل بيك تو بيك على الفي دي سي، وعرفنا ان الفي ريبل بيك تو بيك هو اقصى مسافة او الفرق الجهد ما بين المينيمم فاليو بتاعت الاوتبوت فولتج والماكسيمم فاليو بتاعت الاوتبوت فولتج، وعرفنا ان الكلام ده بيتحسب من ان هو عباره عن الفي بيك ريكتيفايد على الفريكوانسي في الار اف سي. الفي بيك ريكتيفايد هي اعلى نقطه هيوصل لها الاوتبوت فولتج لو ما كانش فيه فلتر، يعني النقطه اللي موجوده هنا دي اللي احنا بنسميها الفي بيك ريكتيفايد. طيب لو احنا جينا نحل حاجه زي كده، فانا الاول محتاج اجيب الفي ريبل بيك تو بيك اللي هي عباره عن الفي بيك ريكتيفايد مقسوم على الاف ار سي، فهروح احسب الاول الفي بيك ريكتيفايد. والفي بيك ريكتيفايد لو انا ما كانش عندي فلتر، لو انا عايز اجيب الفي اوت ماكسيموم، ما هي الفي بيك ريكتيفايد هي الفي اوت ماكسيموم للاوتبوت فولتج بالشكل ده، هتبقى عباره عن ايه؟ لو احنا نفتكر ان ده فول بريدج ريكتيفاير، يبقى الماكسيموم اوتبوت فولتج هو السكندري ماكسيموم فولتج، ولكن مطروح منه ايه؟ مطروح منه 7/10 في الدايد الاولاني و7/10 في الدايد الثاني، يعني الفي اوت ماكسيموم هي الفي سكندري ماكسيموم ماينس 1/4. يعني لو هطبق الكلام ده عندي هنا، فالكلام ده هيساوي احسب الاول الفي سكندري ماكسيموم، الفي سكندري ماكسيموم هي الفي برايمري ماكسيموم، ولكن مضروبه في الترنز ريشيو ان 2 على ان 1، وبالنسبه لجهد البرايمري عندي هو 120 فولت، لكن ده طبعا ار ام اس، فالماكسيموم بتاعه هيبقى 120 جذر 2 مضروب في الترنز ريشيو اللي هي 1/10. من هنا اقدر اعرف ان الفي سكندري ماكسيموم هيطلع تقريبا ب 17 فولت. طيب انا جبت الفي سكندري ماكسيموم، اقدر احسب الفي بيك ريكتيفايد او هي الفي اوت ماكسيموم اللي هي الفي سكندري ماكسيموم اللي انا لسه حاسبها 17 فولت ماينس 1/4 بتاعت الاثنين دايودز اللي عدى عليهم، تبقى ب 15.6 فولت كده. ده الفي بيك ريكتيفايد. من هنا اقدر احسب الفي ريبل بيك تو بيك لانها بتساوي الفي بيك ريكتيفايد اللي انا لسه حاسبها دي، ولكن مقسوم على الفريكوانسي في الريزيستنس او في اللود اللي محطوط على البريدج، ومضروبه في قيمه السعه بتاعت الفلتر اللي انا حطيته. طيب انا عرفت الريزيستنس اللي محطوط على البريدج اللي هي في الحاله بتاعتي دي 220 اوم، والكاباستنس عندي انا عارفها برضو هي 1000 مايكرو فراد. الفكره بقى في الفريكوانسي، ايه هو الفريكوانسي؟ الفريكوانسي ده هو الفريكوانسي بتاع الريبل اللي حاصل، يعني انا عندي كده حاجه بالشكل ده، الفريكوانسي بتاع الريبل اللي حاصل ده بيتكرر كل قد ايه؟ لو احنا نفتكر ان الكلام ده اصلا كان اصله ساين ويف موجود في السبلاي، والساين ويف دي كانت من هنا ده زيرو وده الباي وده كان الاثنين باي، واحنا عندنا الموجه دي بتتكرر في على المساله بتاعتنا، يعني كان الفريكوانسي ب 60 هرتز، يبقى معنى كده ان الموجه دي بتتكرر 60 مره في الثانيه الواحده. لو جينا احنا بصينا للاوتبوت فولتج ولاحظنا ان الاوتبوت فولتج بيبدا من الزيرو وبينتهي في الباي، ونفس الموجه تبدا تتكرر تاني من اول الباي لحد الاثنين باي، من هنا نقدر نعرف ان الفريكوانسي بتاع الاوتبوت ريبل هو عباره عن ضعف الفريكوانسي بتاع الانبوت ساينسويدر، لان الانبوت ساينسويدر كان الموجه بالكامل بتتكرر كل 360 درجه، اما الريبل في الاوتبوت فولتج بيتكرر كل 180 درجه بس. فعلى حسب الفريكوانسي بتاع الانبوت اقدر اعرف الفريكوانسي بتاع الريبل اللي موجود عندي اللي هو هيبقى ضعف الفريكوانسي بتاع الايه؟ بتاع السبلاي. فمن هنا اقدر
اقول ان ال V ريبل بيك تو بيك هي عباره عن ال V بيك ريكتفايد اللي انا حسبتها 15.6، ولكن مقسومه على الفريكوانسي بتاع الاوتبوت ريبل اللي هو عباره عن 2 في ضعف او في جهد اسف تردد السبلاي اللي هو في حالتنا دي 60 هرتز مضروب في المقاومه 220 في الكاباستنس او السعه بتاعه الفلتر اللي هي 1000، وده طبعا بالمايكرو يعني في 10 اس سالب 6. من هنا يطلع لنا الفي ريبل بيك تو بيك ب 0.591 فولت. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا لما اوصل الفلتر ده الفرق الجهد ما بين اعلى نقطه هيوصل لها الجهد واقل نقطه هيوصل لها الجهد في الريبل ده مش هتتعدى ال 0.6 تقريبا فولت. يعني فرق الجهد ما بين النقطه دي والنقطه دي او فرق الفي ريبل ماكسيمم من الفي ريبل مينيمم هو تقريبا بكام؟ بالرقم ده. طيب ده بالنسبه للفي ريبل بيك تو بيك. برضو انا لسه ما حسبتش الريبل فاكتور اللي هو بيساوي الفي ريبل بيك تو بيك مقسوم على الفي تي سي. الفي تي سي ده بقى هو متوسط الاوتبوت فولتج، ريبل اوتبوت فولتج ده هو متوسط الكلام ده. وبرضو ده ممكن نحسبه بقانون تاني، نقدر نقول ان الفي تي سي هي عباره عن الفي بيك ريكتيفايد ولكن مقسوم على 1 - 2 اف ار سي. يعني في الحاله بتاعتنا الفي بيك ريكتيفايد احنا حسبناه واتفقنا اللي هو كان هو ده الفي بيك ريكتيفايد هو الاوتبوت ماكسيمم اللي هو 15.6 مقسوم على 1 - 2 في الفريكوانسي اللي هو بقى بتاع الاوتبوت ريبل، يعني 2 في 60. ده بغض النظر عن الاثنين اللي موجوده في الاول دي، والكلام ده مضروب في المقاومة اللي هو بتاعة الحمل 200 أوم، وكل ده برضو مضروب في الساعة اللي هي 1000 مايكرو فراد، وطبعا بنحول المايكرو للفراد. من هنا نقدر نحسب ان الفي دي سي تطلع ب 15.3 فولت. يعني تقريبا الافريج فاليو بتاعة الريبل اللي عمال بيتحرك ده الافريج بتاعه لو انا حسبت له افريج تقريبا هيطلع في حدود ال 15.3 فولت. من هنا اقدر احسب الريبل فاكتور واقول ان الريبل فاكتور هو عباره عن الفي ريبل بيك تو بيك اللي هي 6 من 10 تقريبا مقسوم على ال 15.3، يطلع الكلام ده ب 3.9%. يبقى معنى كده ان الاوتبوت فولتج ده الريبل فاكتور بتاعه تقريبا 4%، ودي نسبه كويسه يعني.